النهارده استوقفني خبر بيؤكد ادعاءات تركيا الباطله عن احترام حريه الراي والتعبير. انقره اللي بتدعي انه لديها حريه وديمقراطيه اثبتت محكمه اوروبيه عكس كل هذا الكلام وكل هذه الادعاءات، والزمت المحكمه الاوروبيه لحقوق الانسان واللي مقرها ستراسبورغ الزمت تركيا بتعويض مالك صحيفه كرديه اغلقت عام 2016 بعد ان اثبت انه تم تحريك الاجراءات الجنائيه ضد الصحيفه بشكل ممنهج بغض النظر عن محتواها. وأمرت المحكمة الحكومة التركية بدفع مبلغ 3500 يورو لمالك صحيفة أوزجور جوندم واللي واجهت عشرات التحقيقات والغرامات المالية واحتجاز مراسليها منذ عام 2014.